هنا يجتمع أبو مالك عمي علي والحسين بمسجد سلمان الفارسي باب الزوار، غايتهم نيل الثواب. خصصوا وقتهم لتجارة لن تبور، اختاروا سبيل نقل الجنائز دون مقابل على متن هذه السيارة التي تجوب ربوع الوطن. الحمد لله اني خدم تقريبا حتى 45 ولاية، ما عدا قلت تم الراس ما عقش اليوم، ما الباقي 45 ولاية كاع مشيتها، فيها الشرق الغرب الجنوب الشمال كاع الطرقات كاع مشيتهم. إكرام الموتى من تغسيل إلى غاية نقلها للمكان المطلوب. وبدا الخير يعني الحمد لله، تنطلق السيارات في كل الأماكن ويعني مجانا، هذه أكبر حاجة مهمة في هذا الباب، يعني الأمر مجاني لله في عبر كل الولايات 48 ولاية، توصل الجنازة تاعنا بإذن الله من الجزائر إلى أي مكان في الجزائر يوصل إن شاء الله بإذن الله. هذا باختصار يعني المبادرة كيفاش كانت. نقل الجنازة مجانا اختارها هؤلاء لنيل رضا الرحمن، وحق فيهم قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.